حلقة جديدة من أرب وود وتغطية أهم الأخبار الفنية وكواليس الفن وأهل الفن. مساء الخير يا ديم. مساء الخير يا كريم، الأخبار؟ كل تمام. كمان ما تنسوش تتابعونا على السوشيال ميديا، فيسبوك انستجرام وتويتر. حالا هنبتدي بالعناوين. أرب وود تكشف أسباب خروج أفلام سينمائية من موسم عيد الأضحى. التنافس يشتعل بين أفيشات وبوسترات أفلام العيد. لقاءات حصرية لكاميرا أرب وود من لبنان مع نصيف زيتون وسارة الهاني. كاميرا أرب وود في كواليس فيلم ليل دخلي. إشاعات تطارد إيما ستون وأندرو جارفيلد من جديد. حصري لعرب وود بشرة ترد على اتهامها بالإساءة لسمعة مصر. قرر عدد من المنتجين أنهم يأجلوا أفلامهم ويبعدوا عن منافسة موسم عيد الأضحى القادم، ومن أوائل الأفلام اللي أعلنت خروجها من الموسم فيلم القرد بيتكلم. وفيلم القرد بيتكلم بطولة أحمد الفيشاوي وعمرو واكد وريهام حجاج ومن تأليف وإخراج بيتر ميني، وبالرغم ان الفيلم انتهى تصويره بالكامل لكن شغل الجرافيكس اجل نزول الفيلم. وفيلم القرد بيتكلم بيعتمد جزء كبير منه على الجرافيكس، وبتدور احداثه عن اخين بيعملوا في السحر وبيحضروا لخدعه سحريه يقدروا من خلالها انهم يخرجوا والدهم البريء من السجن. ومن الافلام اللي خرجت من موسم العيد كمان فيلم القرموطي على خط النار، والفيلم بطوله احمد ادم وبدريه طلبه وشيماء سيف ومن اخراج احمد البدري. ولحد دلوقتي الفيلم بيتصور، عشان كده من الصعب عرضه في العيد، وبتدور أحداثه في إطار سياسي كوميدي، وبينتقد الفيلم أفعال جماعة داعش الإرهابية بطريقة كوميدية. وكمان خرج فيلم فوبيا من المنافسة في العيد، والفيلم بطولة عمرو رمزي ورانيا محمود ياسين وأيمن أنديلو من إخراج إبرام نشأت. والفيلم بيتكلم عن مرض الفوبيا في إطار اجتماعي، وبيعرض الفيلم أكتر من قضية، ولحد دلوقتي المخرج إبرام نشأت مشغول بمونتاج الفيلم. فيلم بطولة رامي غيط وأنا ورندا البحيري ومريهان حسين والأستاذ أحمد راتب ورانيا محمود ياسين والفنانة نهال عنبر وأيمن أنديل وسليمان عيد وأستاذ علاء مرسي وبدرية طلبة وطفلة جنى، مجموعة كبيرة جدا من النجوم. يعني أتمنى إن شاء الله إن هم يعني إن شاء الله بإذن الله حققوا اللي الناس مستنية منهم يعني. وكمان فيلم طال إصناعي خرج من المنافسة في عيد الأضحى، والفيلم بطولة حورية فرغالي وماجد الكدواني ومصطفى خاطر وإخراج خالد دين. وتأجل تصوير فيلم طال إصناعي أكتر من مرة، عشان كده خرج من المنافسة، وبتدور أحداثه في إطار سياسي اجتماعي عن زوجين بيحاولوا يسافروا لأمريكا عشان ياخدوا الجنسية لكنهم بيفشلوا. أما الفنان محمد هنيدي فبعد ما أعلن أنه هينافس في موسم عيد الأضحى اللي جاي خرج من الموسم وقرر تأجيل تصوير فيلمه الجديد الخطة العامية، وخاصة بعد اعتذار غادة عادل عن المشاركة في البطولة، وقرر هنيدي أنه يحضر لمسلسل أبي فتحي. وفيلم الخطة العامية من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، وهيبدأ هنيدي التحضير للفيلم بعد انتهائه من تصوير مسلسله رمضان الجديد. ومن الأفلام اللي خرجت كمان من العرض في موسم عيد الأضحى فيلم فين قلبي بطولة مصطفى قمر ويسرى اللوزي وشاري عادل وإخراج إيهاب رادي. وبيرجع تاني مصطفى قمر للسينما بعد غياب طويل، وبتدور أحداث فيلمه في إطار رومانسي غنائي، وآخر أفلام مصطفى قمر كان فيلم جوه اللعبة سنة 2013. كمان الفنان طلعت زكريا خرج من المنافسة في عيد الأضحى وحاليا بيكمل تصوير فيلم حليم وملك الشواطئ، وبيشاركوا في البطولة ريم البارودي ودينا وإيمي بنته وبيومي فؤاد والإخراج لمحمد سعيد. بدأ الصراع بين شركات الإنتاج السينمائي، ومن أيام طرحت الشركة المنتجة لفيلم كلب بلدي التيزر الأول للفيلم، والفيلم من بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني والإخراج لمعتز التوني. وسيطرت الكلاب على التيزر الأول لكلب بلدي، وظهر في التيزر علاقة أبطال الفيلم بالكلاب، وكمان سيطر على صوت إعلان الفيلم صوت نباح الكلب. وبتدور أحداث فيلم كلب بلدي في إطار كوميدي عن لص بيقوم بسرقة الكلاب البلدي وبيبيعها، واللص ده اتعلم طريقة سرقة الكلاب من والدته. وفيلم كلب بلدي كان اسمه في البداية الفيل الأحمر، لكن قرر صناعه الاستقرار على فيلم كلب بلدي، وهو من تأليف شريف نجيب وأحمد فهمي، وبيشارك ببطولته أحمد فتحي وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمد سلام.
ومن الافلام كمان اللي طرح الاعلان الاول ليها فيلم علشان خارجين بطوله حسن رداد وايمي سمير غانم والاخراج لخالد الحلفاوي، وطرحت كمان الشركه المنتجه افيشات الفيلم. وبتدور احداث فيلم علشان خارجين في اطار اجتماعي كوميدي عن شاب اسمه رمزي وبيقوم بدوره حسن الرداد وبيقع في حب ايمي سمير غانم وبيرتبط بيها، لكن بتواجههم كتير من المشاكل. وظهر حسن وإيمي في الإعلان الأول وهم لابسين ملابس عرايس الميكي ماوس وبتسيطر عليهم حالة من الإحباط. الفيلم من تأليف هشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار فادي أبو السعود. أما فيلم حملة فريزر فطرحت الشركة المنتجة ليه بوسترين، الأول سيطر عليه معالم سياحية من القاهرة زي الأهرامات وأبو الهول وبرج القاهرة وعليهم تلج كتير. البوستر الثاني ظهر عليه أبطال الفيلم هشام ماجد وشيكو، وظهر كمان الفنان أحمد فتحي واللي كان لابس باروكة حريمي، وظهر كمان على الأفيش الفنان بيومي فؤاد ونسرين أمين ودارين حداد. وبتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي فانتسي، وده بيعتبر الفيلم الأول لشيكو ماجد بدون تلاتهم الفنان أحمد فهمي، والفيلم من إخراج سامح عبد العزيز. أما الفنان محمد رجب فقرر إنه ينافس في موسم عيد الأضحى الجاي بفيلم صابر جوجل، وطرحت الشركة المنتجة للفيلم أفيشين للفيلم، الأول ظهر عليه محمد رجب لوحده والتاني ظهر عليه كل أبطال الفيلم. وكمان طرحت الشركة المنتجة لفيلم صابر جوجل برومو الفيلم، وظهر محمد رجب من خلاله بأكتر من شخصية وبيقدم دور نصاب اسمه صابر، وهو شاطر جدا في عالم الكمبيوتر والإنترنت وبيستغل موهبته دي في أفعال الشر. وبيشارك في بطولة الفيلم سارة سلامة ورندا البحيري وإيهاب فهمي، وهو من تأليف محمد رجب وسيناريو محمد مبروك والإخراج لمحمد حمدي. عايز تقيم اللي قدامك اقعد على الكرسي بتاعه واتقل نصاب، عايزينك معنا حق البلد الاول على وضعك كده، ساعتها هتجاوب على كل اسئله. كل واحد ينام على جنب اللي يريح بقى، كله بيفهم في كل حاجه. اللي بتعمله ده اسمه ضرب تحت الحزام. كله بقى ريس اضرب بقى، عايز نساعدك انا. طب اهو وده بيخرب وش الشايده عند الهرم الكبير. اشمعنى؟ عشان طويل. اما فيلم جواب اعتقال لمحمد رمضان فلحد دلوقتي طرحت الشركه المنتجه افيش الفيلم، واللي ظهر عليه محمد رمضان بدقن، وده لانه بيجسد دور ارهابي والفيلم من اخراج محمد سامي. لحد دلوقتي مفيش الا 3 بروموهات نزلوا لافلام عيد الاضحى، والايام الجايه اكيد هنشوف باقي البروموهات وهنتكلم عليها بالتفصيل. بعد شويه هنعرف تفاصيل جديده عن البوم الفنان الكبير محمد عبده، خليكم معانا. أغنية قالي الوداع للهضبة عمرو دياب غناها الشاب إسلام علي، وقال إن فريق مسار إجباري لو غنى أغنية لعمرو دياب هيغني الأغنية دي، ونشر إسلام مقطع الفيديو على الفيسبوك وحقق بيه مشاهدات عدت 100,000 فيو وسط إعجاب كتير من المتابعين ليه. إسلام علي قدم الأغنية فعلا بنفس أسلوب الغناء الخاص بفريق مسار إجباري وبنفس طريقة التوزيع الموسيقي والألحان اللي بيقدموها، وأخذ أكتر من 3,000 لايك، وعدد من التعليقات طلب منه أنه يكمل غناء الأغنية كاملة بنفس الطريقة. قال لي الوداع وأنا أقول له إيه، هو الوداع يتقال في إيه، اخترته ليه واختارني ليه، كان قلبه ليه وقلبه مش ليا، قال لي الوداع وانا اقول له ايه، هو الوداع هيتقال فيه. فريق مسار إجباري قدم حفلة ناجحة في نص شهر أغسطس في مكتبة الإسكندرية، وغنوا فيها عدد كبير من أغنياتهم في ساحة بلازا، والتذاكر خلصت قبل أيام من الحفل، وكانت الحفلة كاملة العدد لدرجة أن الجمهور كان أكتر من المساحة اللي معمول فيها، لكن الجميع كان مستمتع بالأغنيات اللي قدموها. قدموا في حفلة مكتبة الإسكندرية عدد كبير من أغنياتهم زي ما تخافش، زيك أنا، بقيت حاوي، مرسل لحبيبتي، أنا طير، كانت هتفرق، وبقيت حاوي. بقيت حاوي بقيت غاوي فعز الجرح أنا مبكيش، بقيت عارف
أغنية قالي الوداع غناها الهضبة من ضمن أغاني ألبوم علم قلبي الغرام سنة 2003 وحقق بيه نجاح كبير جدا، وكانت من أشهر أغنيات الألبوم، وعدد تاني من الأغنيات زي لو عشقاني وكلهم وأنا عايش وخليني جنبك، وكمان أغنية كنزي اللي غناها لبنته. قالي الوداع وأنا أقول له إيه، هو الوداع يتقال في إيه، اخترته ليه واخترني ليه، كان قلبي ليه وقلبه مش ليه. اخر البومات مسار اجباري هو تقوم وتقع وبيضم 11 اغنيه، واشهرهم تقوم وتقع وتصور فيديو كليب اغنيه زيك انا، وكمان الاغنيات اللي اشتهرت للالبوم يا عم واوقات وعطشان. والالبوم حقق نجاح كبير وخصوصا في الحفلات اللي عملوها الفتره الاخيره. وتقع وتقوم وتقوم وتقع في الفرح دموع ودموع يا وجع، مين قال مقسوم كذاب يا ودع، ده انت اللي في ايدك طرف الخيط في الزحمة، وشوش جاية وبتروح خايف على قلبي بات مجروح، ضحكام الحلوة ترد الروح تفتح شبابيك وبيبان البيت، انا صابني الحزن ما قلتش ليه وعندني الحزن قدرت عليه، ويا بحر حلفت اني عديت ويفوت العمر لو استنيت. بنتمنى النجاح دايما لفريق مسار اجباري باغنياته الجميله اللي تعود على سماعها الجمهور، وكمان الشاب اسلام علي اللي قدر يحقق نجاح كبير بفكره بسيطه. كمان شويه لقاءات حصريه من بيروت مع نصيف زيتون وساره الهاني، خليكم معنا. دلوقتي نروح لأخبارنا، وهنبدأها مع حصول أسرة مسرحية أهل رمضان على أجازة من العرض عدة أيام، وده بسبب انشغال بطل العرض النجم محمد رمضان بتصوير مشاهد فيلمه الجديد جواب اعتقال في لبنان. مسرحية أهل رمضان تأليف وليد يوسف وإخراج خالد جلال، وهي من بطولة محمد رمضان وروجينا وحسام داغر وشيماء سيف. المطرب فارس هيعود للساحة الفنية بأغنية جديدة اسمها دبلوماسي، وقام بتصوير الأغنية فيديو كليب في أفريكانو بارك بطريق الإسكندرية الصحراوي، واستغرق التصوير يومين. واستعان فارس في الكليب بالراقصة الروسية أوكسانا، والأغنية من كلمات وألحان أحمد مرزوق وتوزيع طارق توكل وإخراج تامر حربي. انتهى المطرب التونسي صابر الرباعي من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد واللي هيطرحه قريب جدا. ألبوم صابر حاليا في مرحلة المكساج، والألبوم بيضم 9 أغاني باللهجة المصرية، أغنيتين باللهجة اللبنانية وأغنيتين كمان باللهجة التونسية. بدأت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات الدعاية الخاصة بألبوم فنان العرب محمد عبده الجديد واللي بيحمل عنوان يا رحلة، وده استعداد لطرحه بعد أسبوعين يوم 19 سبتمبر. وبيضم الألبوم مجموعة من الأغاني المتميزة تعاون فيها عدد كبير من الملحنين والشعراء المتميزين. بتستعد الفنانة مي حريري لطرح أحدث أغنية ليها وهي أغنية ندمانة، وبدأت في ترويج للأغنية على صفحتها بكل مواقع السوشيال ميديا. انتهى الفنان الفلسطيني أحمد معز من تصوير أغنيته الجديدة البنت العربية، واللي تم تصويرها على مدار 3 أيام في فلسطين تحت إشراف أشرف دواني وسامي شحادة. البنت العربية من كلمات رأفت مصلح وألحان نزار حراك. فاصل وهيرجع لكم تاني، خليكم معانا ما تروحوش بعيد. أحيا الفنان نصيف زيتون وسارة الهاني إحدى الحفلات الناجحة اللي أقيمت في لبنان في الفترة اللي فاتت واللي حضرها عدد كبير من الجمهور. زميلنا في لبنان راغب حلاوي غطى أجواء الحفلة وقابل نجوم الحفل الفنان نصيف زيتون والفنانة سارة الهاني في لقاء حصري للبرنامج. وفي البداية كشف لنا نصيف زيتون عن إحساسه بالنجاح اللي حققه واللي وصله بالذات بعد نجاح ألبومه الأخير. كتير مبسوط، الألبوم ما صار له زمان، لهلا بعد منتظر أكتر وأكتر، شوي طماع
تعبت عليه، صار له 3 سنين تقريبا عم بشتغل عليه، فناطر منه نتيجة أكبر وأكبر وأكبر، بس لهلأ الحمد لله محبة العالم غامرتني وكله منيح الحمد لله. ألبوم طول اليوم بذل فيه نصيف زيتون مجهود كبير، وكمان لسه هيصور أغاني تانية منه في الفترة الجاية. ليك الألبوم بلش من الأول، بلشت فيه من الأول بطريقة طرحه، كنت مخططين له بطريقة غير عادية، نزلته غنية غنية عبر أنغامي يوم بعد يوم، بعد ضل في غنية لسه ما نزلت اسمها ما ودعتك، إن شاء الله يا ربي تلاقي استحسان مثل باقي الأغاني. مخطط له إنه بعد في تصوير كذا كليب، طريقة الدعم، طريقة لك كل شيء جديد. الألبوم إذا بدك ما بعرف إذا قلتها، أنا قلتها أكثر من مرة بس عبركم يمكن هلا بدي أقولها أول مرة، إنه الألبوم ديجيتال 100%، كله ديجيتال، ما في سي دي هالمرة، طريقة طرحه كانت كلها ديجيتال. ورغم ان كتير من المطربين بيهربوا من الالبوم وبيخافوا من طرح البومات في الاسواق وبيكتفوا بالاغاني السنجل، الا ان نصيف قرر انه يخوض التجربة للمرة التانية كنوع من انواع الشجاعة والجراءة. ما بعرف اذا شجاعة فيك تسميها، فيك تسميها انه انا صار لي فترة انا مقل شوي بالاعمال لنكون صريحين، عندي نزلت من فترة نامي على صدري وقد وقدود اوكي، بس الالبوم الاغاني انا عندي اياها صار لها 3 سنين، وانا من الاشخاص اللي خلينا نقول حديثين العهد بالموسيقى، يعني انا ما صار لي 20 سنه بالفهم الجيل الجديد، فانا بحاجه انه يكون عندي ارشيف، بس الارشيف اللي عم نقيه ما بيكون عم بينزل كل يوم، لا انا صار لي 3 سنين عم بشتغل عليه للعالم تحبه والعالم تتقبله برحابه صدر. قدم نصيف زيتون معظم اغاني الالبوم باللهجه الشاميه، وابتعد تماما عن اي لهجات عربيه تانية سواء اللهجه الخليجيه او اللهجه المصريه. لهجه بلاد الشام خلينا نقول، ما في مصري صراحه، انا كثير بحب غني مصري، انا بلشت غني مصري بالمعهد بس وقت ما تعلمت، بس الفكره انه ما بدي غني مصري لانه بدي غني مصري، ما لقيت غنيه انا احبها وتحبني صراحه لكون كثير صريح، بس المشروع مفتوح ان كان غنيه مصريه او غنيه عراقيه خليجيه، انا كثير بحب هاي اللهجات. كثير من النقاد ومن الجمهور بيقول ان شكل الاغنيه اللي بيقدمها نصيف بيشبه بشكل كبير للفنان الكبير وائل كفوري، يا ترى نصيف رايه ايه في الكلام ده؟ هنعرف حالا. ونفس القالب انا عامل غنيه 11 غنيه، عم بشوف دائما على غنيه واحده، ما راح اقول شويه، بس انه انا عندي 10 اغاني كلها اذا بدك انا اللون تبعي تطور من قد وقدود، بهالعشر اغاني مبينين انا شوي رحت الكتريك ميوزك، شوي هيك رحت على، في عندي تراب، في عندي ديب هاوس، في عندي دب ستوب بالاغاني، ما بعرف علقوا اغنيه، بس انه التشابه بالفن مشروع. اما الفنانه ساره الهاني واللي قابلناها كمان في لقاء حصري للبرنامج من لبنان، فكلمتنا عن مشاركتها نصيف في حفل غنائي ضخم. اكيد كتير مبسوطه الليله اني عم شارك بهذه الحفله، وان شاء الله يعني بتكون حفله حلوه والعالم اللي موجودين ينبسطوا فيها. الحمد لله يعني دائما هذا الشيء نحن يعني نحن كفنانين نتمناه، يعني دائما يكون في نجاح بكل خطوه بنعملها، ان كان بالحفلات ان كان بالاغاني، يعني دائما نتمنى نكون عند حسن ظن الجمهور. كمان كشفت لنا الفنانه ساره الهاني عن تحضيرها لمجموعه من الاغنيات بلهجه مختلفه في الفتره اللي جايه. هلا عم حضر ان شاء الله اغنيه خليجيه حتكون من كلمات الشاعر الكبير عبد اللطيف الشيخ، حيكون يعني اول تعامل رسمي كاغنيه خليجيه رسميه يعني، فان شاء الله يعني هذه الاغنيه بتنال اعجاب الجميع وتكون هذه الخطوه خطوه جديده لإلي وموفقه ان شاء الله. كمان عم حضر اغنيه ثانيه عراقيه كمان ببقى بحكي عنها، وفي اغنيه لبنانيه، فان شاء الله ان شاء الله اكيد في كذا تحضير. كمان الفنان العراقي ماجد المهندس نشر مقطع فيديو للفنانه ساره الهاني وهي بتغني اغنيته الجديده اخ يا قلبي، وعبر المهندس عن اعجابه بصوت ساره كنوع من انواع الدعم لموهبتها. فنه جديد على اخلاقه والرقي تبعوله، يعني بالاضافه اكيد الى فنه واحساسه الكبير. هذه المره حبيت اني انا غني الاغنيه الجديده اخ قلبي بصوتي، ونزلها عنده على الانستغرام، اخذت ضجه كثير كبيره، وبدي اقول له ثانك يو كثير على هيدي الخطوه الحلوه كثير منه. وفي اخر لقائنا مع ساره الهاني وجهت رساله للشعب المصري من لبنان، تعالوا نشوف قالت لنا ايه. في كمان تحضير، عم نحكي كمان باغنيات، مجموعه اغنيات يمكن يكونوا بالبوم مصري، بنبقى بنحكي بوقتها عنا كمان. حيكون في تعامل اكيد مع شعراء وملحنين كبار اذا الله راد. الاسبوع اللي فات رحل عنا نجم هوليوود الكوميدي الامريكي جين وايلدر عن عمر 83 سنه، وقدم عدد كبير من الافلام للسينما الامريكيه.
وترشح جين وايلدر مرتين للفوز بجائزة أوسكار، أولها عن فيلم The Producer سنة 1968 لمشاركته في كتابة السيناريو، ويانج فرانكستاين سنة 1974. زوجة جين وايلدر توفت بمرض السرطان، وهو ده السبب اللي خلاه يعمل جمعية على اسم زوجته للتوعية بخطورة المرض، وكمان ليها دور كبير في مساعدة المرضى، وكان بيدعم الجمعية بشكل كبير جدا. جين وايلدر ليه مقالات كتير مشهورة، لكن أشهرها أنا مش مضحك جدا في الحياة، أنا أضحك أمام الكاميرا، أما في الحقيقة فبيلاقي صعوبة في إسعاد نفسه أو الآخرين. المقولة بتدل على قد إيه كان متواضع وحاسس إنه بيقدم فن قدام الكاميرا، لكن بيحاول يسعد الناس على قد ما يقدر لأن الموضوع أصعب. جين وايلدر بالرغم من الأفلام الكوميدية الكتير اللي أسعد بيها الملايين على مستوى العالم بالكوميديا المتميزة اللي كان بيقدمها في أفلامه، لكنه من 16 سنة تقريبا أصيب بمرض في الغدد، وقبل وفاته بحوالي 3 سنين تقريبا أصيب بمرض الألزايمر. جين وايلدر توفى مؤخرا، لكن أعماله المتميزة هتفضل عايشة بينا، وهتفضل برضو ترسم الابتسامة على وشوشنا، لأنها فعلا كانت من أكتر الأفلام الكوميدية المتميزة في السينما الأمريكية والعالمية. نروح لأخبار السوشيال ميديا، ونبتديها مع الفنان حمادة هلال اللي نشر صورة مرسومة بعتها له أحد المعجبين على الإنستجرام، وكتب هلال تعليق شكرا للناس الطيبة الجميلة. الفنانة يسرى اللوزي نشرت صورة لأكلتها المفضلة على إنستجرام، وكتبت تعليق بتقول فيه إنما السعادة في القلقاس، بالذات بعد يوم تصوير طويل. الفنانة كندا علوش نشرت صورة بتجمعها بوالدتها على الانستجرام، وكتبت كل سنة وانت حبيبة عمري جنبي ومنورة حياتي، كل سنة وانت الأحلى والأغلى مامي وبنتي ورفقتي. الفنانة ريم البارودي نشرت صورة جمعتها بالفنان محمد نجاتي والفنان أحمد عصام، وكتبت تعليق بتقول فيه أهم وأغلى ناس على قلبي في الشغل وفي الحياة، رجالة وفنانين موهوبين بمعنى الكلمة. ودلوقتي بنطلع لبريك سريع ونرجع لكم تاني على طول، خليكم معانا. قررت إدارة مهرجان بورسعيد للفيلم العربي برئاسة الفنان فتحي عبد الوهاب تكريم المخرج التونسي الكبير رضا الباهي ضمن فعاليات الدورة الأولى من المهرجان اللي هتقام من 7 أكتوبر حتى 13 أكتوبر في مدينة بورسعيد. إدارة مهرجان بورسعيد سبق وأعلنت عن تكريم السيناريست وحيد حامد، وهتقوم بعمل كتاب عنه ضمن مطبوعات المهرجان، وده لقيمته الكبيرة. وصرح الفنان فتحي عبد الوهاب وقال ان الدورة الاولى للمهرجان هتحتفل بالسينما التونسية، وهيتم اقامة ليلة فنية مع السفارة التونسية بالقاهرة ووزارة الثقافة التونسية، وهيحييها الموسيقار طه الرخيزاني وكمان المطربة التونسية وفاء بوكيل مع فرقة الموسيقى العربية. وقال الفنان فتحي عبد الوهاب ان اختيار السينما العربية عشان تكون محور لمهرجان بورسعيد يرجع لان مصر تحتاج لفعالية كبيرة ومهمة بتجمع السينمائيين العرب في البلد. وحاليا بيقوم محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان ببذل اقصى جهد لانهاء تجهيز المركز الثقافي اوبرا بورسعيد لاستقبال كل فعاليات المهرجان. فريق مهرجان بورسعيد للفيلم العربي بيضم الناقد عصام زكريا مدير فني، والصحفي مصطفى الكيلاني صاحب فكرة ومشروع المهرجان أمين عام، والناقد السينمائي محمد شكر مدير إداري. بتواصل الفنانة بشرة تصوير مشاهدها في فيلم ليل دخلي، واللي تحول اسمه من كلاكيت لليل دخلي، وبيشاركها البطولة أيمن قيسوني ومحمود حافظ، وهو من تأليف شريف عبد الهادي وإخراج حسام الجهري وإنتاج أشرف تدرس. كاميرا عربوت دخلت كواليس تصوير الفيلم اللي بتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، وبيسلط الضوء على العلاقات المشبوهة في الوسط الفني. في البداية قابلنا منتج الفيلم أشرف تدرس، واللي كلمنا باختصار عن فكرة الفيلم والقضية اللي بيناقشها. هي باختصار بتدور حول منتجة سينمائية مشهورة، وبنعمل فلاش باك لقصة حصلت لها في الماضي وبنرجع تاني، وقصة مشوقة جدا يعني، فمش عايز احرق بس تفاصيلها. طبعا الفيلم حواري حوالين شخصية بوش، وفي شخصيات تانية زي استاذ محمود حافظ هو معروف جدا، برضو ايمن قيسوني معروف جدا، كلهم نجوم تلفزيون محمد جونس، معنا اسماء كويسة، وكلهم تم اختيارهم بناء على جادتهم للتمثيل في ادوارهم يعني. أشرف تدرس كان ليه تجارب سابقة في الانتاج السينمائي، تكلمنا عنها وعن أهم الأفلام اللي قدمها للسينما المصرية. أشرف تدرس منتج، أنتج من 20 سنة تقريبا فيلم كان اسمه نزوة، كان مشهور جدا، علي بدرخان يسرى وأحمد زكي الله يرحمه، وفيلم آخر لإناس الدغيجي اسمه كلام الليل، وأيضا كان مشهور جدا. بعد كده كان في فيلم لأحمد عز، ويمكن هو أنا أول من اكتشفه،
بعد كده كان في فيلم كان اسمه العاب ممنوعة في بعد كده فيلم اسمه خمس نجوم وتعرضوه عندكم في روتانا كتير دولي شاهين واحمد براده واحمد هارون وسامي العدل الله يرحمه وده خامس فيلم ليه اما مؤلف الفيلم الكاتب شريف عبد الهادي فبيقدم شكل جديد للسيناريو من خلال فيلم ليل دخلي فيلم ليل دخلي بينتمي لنوعية افلام الاثاره والتشويق لكن هدف صناع الفيلم مش بس ان هم يقدموا احداث سريعه ومتلاحقه وممتعه للجمهور قدم عندهم كمان ايضا قضيه بشكل غير مباشر من خلال الأحداث مش هدفنا ان احنا نقدم لغز طول الوقت المشاهد عايز يعرف حله ايه قد ما كمان بنحاول ان احنا نسلط الضوء على مفاسد وسلبيات مجتمعية عشان كده نقدر نقول ان الفيلم بجانب ان هو إثارة وتشويق الا ان هو فيه رسائل مبطنة عن المشكلات الموجودة في المجتمع وبتمس بعض القطاعات فيه لكن بشكل غير مباشر سألنا كمان شريف عبد الهادي اذا كانت القصة اللي بيتناولها الفيلم أخذها من قصة حقيقية في الوسط الفني ولا مجرد قصة من وحي خياله الكثير من الأفلام تتطرق لمختلف المجالات بسلبياتها زي أفلام بتتكلم عن أخطاء الأطباء أفلام بتتكلم عن سلبيات الصحافة لكن ما شفناش أفلام بتتكلم عن سلبيات الوسط الفني بكل أزماته بكل مشكلاته بالأمور اللي تعتبر خطوط حمراء كتير من المنتجين يخافوا أنهم يقربوا منها يحسب للفيلم أنه هو بينتقد هذا الوسط رغم أنه هو صناعه من جوه هذا الوسط فبنتمنى نحن نكون وفقنا في ذلك العمل في الوسط الفني لفترة طويلة كصحفي في المجال الفني كنت مطلع على العديد من التفاصيل اللي هي بتبقى موجودة جوه المطبخ زي ما بيقول فمش شرط ان انت تتكلم عن اشخاص بعينهم لكن انت بتتكلم عن ظواهر وسلبيات موجودة بهدف ان انت تكشف عالم كتير من الجمهور ما يعرفش ابعاده ما يعرفش تفاصيله أما تغيير اسم الفيلم من كلاكيت لليل دخلي فكشف لنا المؤلف شريف عبد الهادي عن السبب ده وقال لنا كمان عن أخباره الجديدة دايما أي فيلم بيكون لي اسم مبدئي لغاية لما صناع العمل يتفق على فيلم أكثر قوة وأكثر تعبير عن الأحداث وده اللي حصل معنا في البداية كان الاعتماد على اسم كلاكيت باعتبار أن الفيلم بيدور حوالين الوسط الفني لكن لقينا أن كلمة كلاكيت تاني مرة بعيد شوية عن الإثارة والتشويق اللي بتتمتع بيهم الأحداث ولقينا أن ليل دخلي معبرة أكتر عن أحداث الفيلم بحكم أن أحداث الفيلم بتدور جوه الوسط الفني وجوه تصوير استوديوهات الوسط الفني إن شاء الله بإذن الله جاري العمل على تحويل أحد أعمالي الأدبية لفيلم سينمائي إن شاء الله فيلم ليل دخلي بيشارك فيه عدد من الفنانين الشباب واللي بيعتبروا تجربتهم في الفيلم ده فرصة علشان يعرفهم الجمهور ومن بين الفنانين دول الفنان مينا النجار أنا بعمل دور أمير عزيز الأسيستنت بتاع مدام راجا وبعدين بقى اللي هي فنانة بشرة وبعدين الدنيا بقى بتمشي في السياق بتاع الأحداث بتاعت الفيلم لأني مش هقدر أحرق لك الأحداث وقابلنا كمان مخرج الفيلم المخرج حسام الجهري وكلمنا أكتر عن الفيلم اللي بيعتبره نقطة مهمة لرجوعه لتقديم أفلام التشويق للجمهور من تاني ليل دخلي رجوعي تاني للأفلام التشويق تمام للسسبنس وأنا بقالي شوية ما كنتش بعمل النوعية دي من الأفلام وراجع طبعا وحشاني قوي وحشاني التجربة جدا شغالين عليها أنا والسيناريست شريف عبد الهادي بقالنا مدة كبيرة فإن شاء الله هتشوفوا تجربة مختلفة الفيلم بيتكلم جوه كواليس الوسط حقيقي تمام أوكي في حاجات جوه الوسط في حاجات مش جوه الوسط بص مشكلة اللي أنت الفيلم السسبنس متعرفش تحكي تمام هو مش هقدر أحكي بصراحة بس هو طبعا بيدور ليل دخلي بيدور جوه الوسط تمام هنشوف حاجات كتير ونشوف نماذج ونشوف صراعات ونشوف اختلافات ونشوف عدم اختلافات تمام هنشوف حاجات حلوة إن شاء الله كمان من بين الفنانين اللي بيشاركوا في بطولة الفيلم الفنان محمود حافظ قابلناه وكلمنا عن الشخصية اللي بيقدمها في الفيلم أنا عامل المرة دي شخصية مختلفة شوية عامل دور ضابط في مباحث المخدرات أخويا اتقتل في وسط مجموعة ضباط منهم مجموعة من ضباط الفاسدين فهو اتخذ معهم في الرجلين ففضل العرم لازمه بعد موته هو وعائلتي وقعدت بقى بعديها ادور ان انا ابحث على الحقيقه ان انا احاول اظهر براءته وخلي عائلتي تفضل برضه سمعتها كويسه والفنان محمد يونس كمان بيقدم في الفيلم دور ضابط قابلناه وكلمناه عن عودته للسينما من تاني بعد اخر فيلم قدمه من سنتين ونص وهو كان فيلم الدسيس فيلم محترم مكتوب حلو قوي شريف كاتب ورق حلو قوي وحسام الجهري مخرج واعي وفاهم هو بيعمل ايه بالظبط معنا نجوم جميله زي النجمه بشرى ومحمود حافظ وايمن كويسون مجموعه كبيره من الشباب بالحقيقه واخدين ادوار مميزه في الفيلم انا بعمل دور ظابط رؤوف
ظابط رؤوف دوت له علاقة مباشرة بالأحداث بتاعت الفيلم، له علاقة وطيدة يعني، ويمكن هو اللي بيقلب الأحداث رأسا على عقب. والناس بتشوفه الأول ما بتحبوش وما بتتعاطفش معاه خالص يعني، ولغاية آخر الفيلم، عشان بس حسام الجواري قال لي ما تقولش كل الحاجات، آخر الفيلم الناس هتتعاطف وهتحبني، ومش هقول إزاي يعني، خليها دي لما يتفرجوا على الفيلم إن شاء الله. ولسه مكملين معاكم في كواليس فيلم ليل داخلي، وبعد شوية معانا لقاء حصري مع الفنانة بشرة اللي بتقوم ببطولة الفيلم. خليكم معانا. تفاصيل خاصة عن حياة النجمة كريستينا أبل جيت هنعرفها بعد شوية. دلوقتي هنروح لأخبارنا العالمية، وهنبدأها بالمغنية البريطانية بالوما فيث اللي أعلنت لجمهورها على تويتر إن حلم حياتها أخيرا اتحقق وإنها حامل لأول مرة. المغنية شكرت جمهورها المخلص اللي كان بيتمنى لها اللحظة دي، بس طلبتهم في الوقت نفسه باحترام خصوصيتها، وخصوصا إنها محتاجة للهدوء والابتعاد عن التوتر. مايلي سايرس صاحبة ال 23 سنة ما عندهاش أي نية إنها تخفف من منظرها في النسخة الأمريكية من برنامج The Voice اللي هي هتشارك فيه كعضوة في لجنة التحكيم بجانب أليشيا كيز وبليك شيلتون وآدم ليفين، وهيبدأ في 19 سبتمبر. مايلي اشتهرت دايما بأزيائها الغريبة، وكانت بتقول إنها صادقة جدا مع نفسها وعارفة هي عايزة إيه. النجم دانيال راتكليف صاحب ال 27 سنة ما استبعدش إنه يلعب دور هاري بوتر من جديد. دانيال اعترف انه على استعداد في المشاركة في الجزء الجديد من هاري بوتر اند ذا كيرس تشايلد، بس بعد ما ياخد رحلة طويلة شوية من الدور قبل ما يبتدي انتاج الفيلم. رؤساء وارنر بروز اكدوا ان خطط انتاج الفيلم لسه بعيدة جدا. هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني، خليكم معانا ما تروحوش بعيد. كريستينا أبل جيت المولودة في هوليوود في 25 نوفمبر 71 بتنتمي لعيلة فنية، فأبوها كان مدير شركة تسجيلات وأمها ممثلة ومغنية. وأول أدوارها كان وهي عندها 3 شهور لما طلعت في حضن أمها في مسلسل Days of Our Lives. واستمرت في التمثيل طول طفولتها، وبعد 10 سنين اشتركت في مسلسل سيت كوم الكوميدي Married with Children اللي حقق نجاح كبير جدا. I grew up on a set. It's the most comfortable place that I can be. I love it. It's like high school for me. Plus, being an actress is just like the greatest. It's the greatest thing that I could have ever decided to do. It's my favorite. It's my favorite thing in the world. It's my identity. في سنة 2008 وبفضل التشخيص المبكر لسرطان الثدي، اتمكنت أبل جيت من إنها تشفى تماماً، ومن وقتها بقت واحدة من أكبر جميع التبرعات لسرطان الثدي. وكمان أنشأت الجمعية الخيرية Right Action للنساء، واللي بتساعد الستات على التشخيص المبكر اللي أنقذ حياتها. وعلى الرغم من حبها للفن والأعمال الخيرية، فكريستينا بتكرس أغلب وقتها لبنتها سيدي جريس وجوزها الموسيقي الهولندي مارتين لينوبل. Learned that I have to really kind of step back and I got to take some time from me because you can sometimes lose your identity in trying to be perfect. وبنرجع تاني نكمل كلامنا عن كواليس فيلم ليل داخلي اللي بتواصل تصويره الفنانة بشرة داخل إحدى الفيلات في الطريق الصحراوي بالقاهرة. وقابلنا الفنانة بشرة في لقاء حصري للبرنامج، وفي البداية سألناها عن الحادثة اللي حصلت لها على الطريق الدائري واللي نشرتها على السوشيال ميديا. أنا راجعة من عزة، أنا وفي أصدقائي في عربيات ورايا، لكن أنا كنت سابقهم شوية، فكنت راجعة من عزة، كنت طول اليوم موجودين فيه على الطريق دائري راجعين، أنا سبقتهم شوية، بعدين بكلمهم طول الوقت بشوف مين وصل فين، علشان عند نقطة معينة عايزين نتقابل عند نزلة المعادي علشان حد يركب معايا العربية ويكمل المعادي، لأنه الباقي كان طالع الصحراوي. اللي حصل احنا ابتدينا نهدي انا والسواق ونبطئ، هو الراجل سايق وانا بقى على التليفون ببص بقى في التليفون بتكلم انتوا ورانا انتوا جيتوا ما علينا. فجاه لقينا اوت اوف يعني ذا بلوز في طوبه دش في الازاز، اترمت في وش الازاز في نص الازاز. انا ما لمحتش الراجل، السواق هو اللي شايف ان في واحد معاه طوبه رمى طالع من الضلمه، الجزئيه الضلمه اللي على اليمين دي، ورمى الطوبه على العربيه. طبعا اتلعبكنا شويه يعني من الخضه ومش فاهمين ايه اللي حصل، وانت يعني طوبه كسرت الازاز، فبرضه في جزء من الازاز برضه مش باين منه يعني الرؤيه كويس، فعطلنا شويه كده. بعدين الحمد لله ربنا الهم السواق انه ان ده في حد ورمي طوبه، وفي بقى خيال متجه علينا مش عارفين بقى ايه ده. المهم طلع السواق مره واحده امريكاني علشان
نلحق بسرعه انه يعني ننفد بجلدنا زي ما بيقولوا يعني. فالحمد لله طلع هو من الطريق يعني، طلع على الطريق يعني، خد من اليمين طلع على نص الطريق بسرعه وجري، وكلمت بسرعه بقى اصحابي اللي ورايا يا جماعه ما حدش ياخد اليمين خالص. وكمان كشفت لنا الفنانه بشرى عن تعامل الاجهزه الامنيه مع الحادثه، وقالت لنا ان جالها تليفونات كتيره من جهات امنيه للاطمئنان عليها والتحقيق في اللي حصل. الحقيقه لقيت فيه اهتمام جدا من الداخليه لما عرفوا عن البوست وكده، فكلموني قالوا انت ما عملتيش محضر. انا الحقيقه كنا خايفين لانه الازاز اتكسر، انا خايفه لانه الرزاز الازاز اوريدي بالفعل كان جوه جنب كرسي السواق وجه علينا. فالحقيقه انا خفت ان الازاز يقع علينا واحنا ماشيين، فكنت عايزه اروح عند اي نقطه عند البيت يعني، بصراحه نفسيا كنت عايزه اروح عند البيت رغم ان انا كنت عندي ميعاد في الميعادي، بس حتى ما روحتش ميعاد الميعادي ده ورحت على لقينا نفسنا زي ما قلت لك سرحنا على الصحراء بس، فما عملتش المحضر يومها طبعا. ومن ناحيه تانية تعرضت بشرى لانتقادات كتير بسبب نشرها تفاصيل الحادثه على السوشيال ميديا، واعتبرها البعض بتسيء لحملات الترويج السياحيه لمصر. يا ترى رد بشرى ايه على الانتقادات دي؟ هنعرف حالا. الحوادث بتحصل في كل حته في العالم يعني، ده شيء طبيعي جدا. جنوب افريقيا بلد من الدول بيقولوا عليها يعني متحضره عننا وفيها مشاكل، وبيحذرونا قبل ما اسافر جنوب افريقيا ما تمشيش بفلوس في الشارع. انجلترا اللي هي لندن اللي انا بروحها كتير وعايشه فيها دايما بيحذروا الناس ما تمشيش في الشوارع على عشان في نشل كتير، الشوارع اللي هي اللي مكتظه بالناس وكده. شيء طبيعي ان الحوادث بتحصل، مش معنى ان حد قال حادثه عشان يعني يمنع ابرياء ان هم يتعرضوا لنفس الحدث او يوفر على ناس مشقه ان هم يتعرضوا لحاجه شبه كده، يبقى هو بيشوه سمعه مصر. ده كلام سطحي الحقيقه يعني، لان انا اكتر واحده الناس عارفه ان انا اكتر واحده بلف وبسافر وبروح وبتكلم قد ايه عن مصر، وبعمل اعمال احاول جدا ان احنا نحسن من صوره مصر سياحيا وانا واجهه البلدي، ومحدش يقدر يشكك في حاجه زي كده. اما فيلم ليل داخلي فبتحاول من خلاله بشرى والاول مره تقديم وجوه شابه وتديهم الفرصة قدام الجمهور. أنا دلوقتي في وقت أو في مكان أو في مكانة أقدر أن أنا أقدم وجوه جديدة للشاشة. السينما دايما محتاجة دم جديد، محتاجة وجوه جديدة، محتاجة تجارب جديدة. مش هينفع أفضل أشتغل مع النجوم طول الوقت، لأنه في الآخر دايما في نجم بيسلم نجم وفي نجم بيسلم وجه جديد، وهي مسألة تواصل يعني واتصال. فيلم ليل داخلي وزي ما عرفنا بيتناول قضايا العلاقات المشبوهة داخل الوسط السينمائي وبيركز عليها الضوء في محاولة لكشفها. بشرى اللي بتقوم ببطولة الفيلم كشفت لنا عن شخصيتها في الفيلم وعن سبب مشاركتها فيه. ليل داخلي هو ملخص كل أفلام الإثارة في فيلم واحد، تقدر تقول كده يعني. بس يعني ما في دم إن شاء الله إن شاء الله عندنا دم، وفي إثارة وفي إسقاط وفي، بس ما عندناش جنس يعني الحمد لله، إحنا في غنى عن إن إحنا نروح للحتة دي يعني، الحتة دي سايبينها لناسها يعني ياكلوا عيش منها يعني. كمان بتحاول بشرى من خلال فيلم ليل داخلي إنها تعيد تقديم نفسها في فيلم بيجمع مجموعة مختلفة من الألوان الدرامية وبشكل مختلف عن الشكل اللي تعود عليه الجمهور. فيلم ليل داخلي ده فيلم يعني في حاجات كتير قوي، هو يعني خليط من أشياء كتيرة جدا، بس أساسها إنه فيلم إثارة وتشويق ويعني سسبنس، والمخرج حسام الجوهري دايما بيحب النوع ده من الأفلام، وأنا مش من النوع دايما الأفلام دي يعني بخاف منها يعني بحبش أعملها، حتى ما بحبش أنتجها، لأنه النوع ده من الأفلام بحس إنه ممكن أي حد تاني يعمله. في أفلام اللي أنا بحب أنتجها بحس إنه لأ يعني إضافة بتاعتي هتبقى مهمة للفيلم يعني كمنتج. فأنا سعيدة بالكتابة اللي كتبها شريف عبد الهادي، تجربته الأولى يعني كتطلع للنور إن شاء الله، هو كتب تجارب قبل كده بس أنا سعيدة إن دي التجربة الأولى. وحسام بقالنا سنين بنحاول نشتغل مع بعض بس ما حصلش نصيب، فإن شاء الله ليل داخلي بقى يبقى هو ده النصيب فعليا يعني إن شاء الله. وأنا سعيدة إنه يعني بنشتغل مع بعض، الموضوع نفسه في فاكهه من كذا حاجه يعني، بيتكلم على حاجات حقيقيه موجوده لان انا دوري فيه دور منتجه سينمائيه، ودي برضو ده باب انا دقيت عليه قبل كده، فعندي برضو من كواليسه الكثير. وفي اخر لقاءنا مع الفنانه بشرى وجهت رساله لكل جمهورها بمناسبه قدوم عيد الاضحى المبارك، وكل سنه وانتم طيبين. كل عام وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، ويا ريت نخفف من اكل اللحمه علشان التخمه وعن امراض السمنه والامراض النقرس والى اخره، وكل عام وانتم بخير.
خلصت حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم. ميرسي يا كريم. ميرسي ليك يا ديما. كمان احب افكر مشاهدينا تواصلوا معانا على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستغرام. من النهارده لغايه لما نشوفكم تاني، ديما موسى وكريم صبحي هتوحشونا جدا جدا. باي باي.